شاء الله بتشابتر 4 لموضوع الثريدز. بالنسبة للستريس احنا رح ننتقل من التعامل على مستوى البروسيس، رح نعمل نصير نشتغل على مستوى الثريدز اللي هم زي كأنهم بروسيسير صغار بيشتغلوا دايما ببروسيس الواحد. لا عندنا ميزات عديدة للتعامل مع الثريدز اللي هي رح نحكي عنها بالتفصيل ان شاء الله. هلا اذا ننتبه عنا هون المقارنة بين السنجل والمالتي ثريدد بروسيسز، بنلاحظ عنا السنجل طبعا الثريد اللي هي شكلها زي شكل الخيط هاد، وعندي هذا سنجل ثريدد بروسيس، وعندي هاي مالتي ثريدد بروسيس فيها اكثر من ثريد. هلا اذا بنلاحظ بالنسبة للمالتي ثريدد بروسيس، الثريد هي عبارة عن البيسك يونت لـ سي بي يو يوتيلايزيشن. هلا كل ثريد بكون إلها ثريد اي دي، بكون إلها بروجرام كاونتر، بكون إلها ريجستر سيت، وبكون في إلها ستاك. لا بكون في إلها بروجرام كاونتر، بكون إلها مو ضمن ريجسترز، بكون في إلها ريجستر سيت خاص فيها، وبكون في إلها ستاك. طبعا كل ثريد بكون إلها اي دي خاصة فيها. هلا بنلاحظ كمان في عندي عملية الشيرنج، الشيرنج ضمن البروسيس الواحد راح يكون في شيرنج للكود وللداتا وللفايلز. لاحظوا بكون في عندي شيرنج بين الثريدز على مستوى البروسيس الواحدة بالكود سكشن والأذر أو إس ريسورسز المخصصة للبروسيس مثل الأوبن فايلز والسيرفرز. معناها احنا حكينا كل بروسيس بالمالتي ثريدد بروسيس تحتوي على اكثر من ثريد بيشتركوا مع بعض بالكود سكشن بالاو اس ريسورسز بالسيجنالز الموجودين عندنا. كل ثريد بكون لها خاص ثريد اي دي خاص فيها، بروجرام كاونتر، ريجستر سيت وستاك. هلا بالنسبه لل بروسيس بتشتركوا طبعا بالبي سي بي، البي سي بي اذا بتتذكروا كنا نحكي ايش هو البروسيس كنترول بلوك، البروسيس كنترول بلوك اللي هو مخزن فيه الستاتس تاعت البروسيس الموجوده عندنا. طيب احنا كنا نشتغل سنجل ثريدد، هلا صرنا نشتغل مالتي ثريدد. حكينا الثريد هي عباره عن بروسيس صغيره، بس لاحظوا في عندي شيرد كود وشير داتا والاوبن فايلز والاو اس ريسورسز عندنا شير. طب انا كل واحدة فيهم اشتغل بروسيس خاصة فيها، ضلنا شغالين على سنجل ثريدد بروسيس، وكل ما بدي انا تاسك بعطيها بروسيس اشتغل. هلا عندنا شغلة مهمة جدا انه انا لما اعمل سويتشنج بين بروسيس وبروسيس راح يصير في عندنا السويتشنج بطيء جدا. ليش؟ لأنه كل مرة أنا بعمل switching بين process 1 و process B مثلا، لازم أسيف الـ PCB للـ process الأولى اللي أنا بدي أتركها، وأعمل loading للـ PCB أو process control block للـ process الثانية. فهاي العملية اللي هي switching time بتاخد منا وقت زي ما إحنا متذكرين أخذناها قبل. فعملية الـ switching لما يكون عندي أنا multi-threaded تكون عندي أسرع switching time faster، وعملية الكرييشن للثريدز أسرع بكثير من عملية الكرييشن للبروسيسز. هلا معظم السوفت وير ابلكيشنز الموجودة عندنا هلا عم تشتغل على المودرن كمبيوترز بتستخدم المالتي ثريدنج. عادة الابلكيشن يعني بيكون بكل ابلكيشن بيكون له امبلمنتيشن بسبريت بروسيس خاصه له، يعني كل ابلكيشن انا بشغله بيكون له بروسيس خاصه له، وكل بروسيس بيكون فيها ثريدز، كل ثريد لها جوب معينه ضمن البروسيس الموجوده عندنا.
example مثلا عندي الويب براوزر، إذا أنا فتحت ويب براوزر بكون عنده threads لعشان تعمل display للإيمجز للتكست والتكست، thread ثاني بيعمل retrieve للداتا من النتورك. مثلا الوورد بروسيسور اللي هو برنامج الوورد يكون فيه أكثر من thread، مثلا في عندي thread خاص عشان يعمل display للجرافيكس، thread ثاني يكون يعمل responding للكيستروكس اللي موجودة عندي من اليوزرز، ممكن يكون في عندي thread ثالث مسؤول عن السبيلينج والجرامر تشيك الموجود عندي بالباك جراوند. فلاحظوا الثريدز مثلا الموجودة عندنا بالوردز، حتى أنا ممكن عندي هاي مسؤولة واحدة عن display، واحدة مسؤولة عن receiving stroke keyboard strokes، والثالثة مثلا اللي هو grammar وspelling check. كلياتهم عم يشتغلوا عندي بنفس الوقت وتابعين كلياتهم لـ process واحدة. فدائما حكينا زي ما احنا اذا كانت عندي مثلا زي هذا البرنامج single threaded، هذا البروجرام ما is not capable of drawing pictures while reading keystrokes. ليش؟ ما بيقدر يعمل لك display ويقرأ بنفس الوقت. البروجرام بهاي الحالة must gives its all أو full attention لإيش؟ للكيبورد input. وإذا بده يعرض حكينا بده ينتقل يعمل البروسيس الجديدة أو يشغل البروسيس الجديدة. معناها الـ ideal solution لهاي المشكلة الموجودة عندنا اللي هي الـ execution لـ two or more sections من البروجرام كل سكشن بنفس الوقت، كل سكشن مسؤول عن شغلة أو كل thread مسؤول عن شغلة، بحيث إنه يصير عندي أكثر من تاسك بيشتغلوا عندي بنفس الوقت، اللي هي عملية المالتي ثريدنج اللي هي بتسمح لي بحصول هاي الشغلة. فزي ما حكينا إذا كان هو شغال بالبروسيس فيها thread واحدة أو single thread عندنا كأنها بس البروسيس شغالة، ما بيقدر يعمل أكثر من شيء بنفس الوقت. اللي عندنا فوائد أو البنفيتس الموجودة عندنا لموضوع المالتي ثريدنج. أول شغلة عندي اللي هي responsiveness. responsiveness معناها إيش؟ الاستجابة. responsiveness معناها الاستجابة. responsiveness معناها إيش؟ allows continued execution if part of process is blocked, especially important للuser interface. إيش معناها؟ يعني بنصفي عندي الاكسكيوشن شغال عندي في حال إنه عندي جزء من البروسيس معلق أو صار على بلوك أو بستنى شغلة معينة بستمر الشغل. ليش؟ لأن أنا قسمت الشغل موجود عندي في أكثر من ثريد. continued execution if part of process، مقصود part of process اللي هو واحد من threads is blocked، لأنه إحنا شغالين على أكثر تشعبنا، the process تشعبت وصارت عندي أكثر من sub process أو thread بنحكي عنها. طبعا هاي مهمة جدا بحالة user interface. عملية هاي أول فائدة. العملية الفائدة الثانية اللي هي resource sharing. لاحظنا إنه threads share resources of process، resources الموجودة خاصة للبروسيس بصير فيها عملية sharing، فبتسهل عملية sharing للresources بحالة الثريد أسهل من موضوع shared memory أو message passing. يعني حتى عملية التواصل بين الثريدز أحسن من عملية أو أسرع من عملية التواصل بين البروسيسز. البروسيسز كيف كانوا يتواصلوا مع بعض؟ عن طريق شير ميموري أو المسج باسينج. هون لا، الريسورس شيرينج عندي الثريدز شير ريسورسز
لا نفس البروسيس، لأنهم هم تابعين لنفس البروسيس. طبعا easier، طبعا هذا الموضوع عندي أسهل أسرع التواصل بيناتهم، لأنهم صاروا نفس الريسورس بيناتهم than shared memory or shared or messaging or message passing، اللي هي عمليات التواصل بين البروسيس والبروسيس. احنا عم نقارن التواصل بين thread وthread أو process وprocess. على عملية الإيكونومي اللي هو بتوفر، إيش مقصود عندنا؟ توفير لإيش؟ اللي هو الوقت، يعني أسرع نستغل الـ very fast processor الموجود عندنا. عملية الـ creation للـ threads والـ switching بين الـ threads أسرع من عملية الـ creation للـ process والـ switching بين الـ processes. الـ overhead عندنا أقل بين الـ switching بين thread والثاني، للـ context switching اللي هو الـ switching بين process والثانية. Utilization of multi-processor architectures، ما المقصود فيها multi-processor architecture؟ يعني إذا أنا في عندي هلأ معظم عندنا multi-processor أو multi-core، بيستغل اللي هو الـ take advantage للـ multi-processor architecture. هلا في عندي اللي هم اليوزر ثريدز، اليوزر ثريد او في عندي الثريد لايبر اللي احنا بنقدر نستخدمها، بتزود للبروجرامر الاي بي ايز اللي بيحتاجها للكرييشن والمانجينج للثريدز. الثريد لايبرري ايش عملها؟ اللي بيكون فيها لايبرري خصوصيه للتعامل مع الثريدز، بتوفر لي programmer with API for creating and managing threads. هلا لو بتروح على جوجل بتفتش وتكتب بس اللي هي Java Threads Library، تشوفوا كل التعليمات موجودة للتعامل، هي اللايبرري فيها functions خاصة وclasses موجودة عندنا للتعامل مع الثريدز. طبعا الثريدز management بنعمل على مستوى اليوزر ليفل ثريدز، في عندي كيرنر ليفل ثريدز وفي عندي يوزر ليفل ثريدز. يوزر ليفل ثريدز اللي هي من ناحية اليوزر، والكيرنر ليفل ثريدز من ناحية الكيرنر أو الأوبريتنج سيستم. اللايبرز الأساسية هي POSIX pthreads اللي هم نستخدمهم باللينكس واليونكس، والويندوز 32 threads اللي هم الويندوز والجافا threads. هلا حكينا في عندي نوعين من الثريدز اللي هم اليوزر ثريدز والكيرنل ثريدز. هلا معظم الاوبريتنج سيستمز الموجودين عندنا، الكيرنلز للأوبريتنج سيستم الموجودين عندنا، نحكي عنهم multi-threaded، يعني في عندي أكثر من ثريد شغالة داخل الكيرنل. Several threads operate in the kernel and each thread performs a specific task. بكون في عندنا عدد من الثريدز شغالين بالكيرنل، وكل ثريد موجود عندنا له تاسك خاصة فيه. مثل إيش؟ هلا هم عم نحكي عن threads موجودين بالكيرنل، والهم كل thread فيهم له عمل خاص. ايش هم؟ اللي هو تم نفس اعمال الاوبريتنج سيستم، هي managing devices مثلا، manage للميموري والinterrupts handling. هلا المالتي threading programming provides a mechanism for more efficient use of these multi-core multi-processor systems. زي ما حكينا انه المالتي ثريدد بروجرامز موجود عندنا على مستوى الكيرنل زي الاوبريتنج سيستم، هذول كلياتهم عندهم مالتي ثريدد كيرنلز.
هاي الشغلة موجودة عنا بتوفر لي efficiency أعلى، خصوصا باستخدام المالتي كورنل والمالتي الكور والمالتي بروسيسور سيستم. هلا السبورت للثريدز حكينا في عندي كيرنل ثريدز وفي عندي اليوزر ثريدز. السبورت للثريدز ممكن يكون provided يا اما على اليوزر ليفل بنحكي عنهم يوزر ثريدز، او على الكيرنل ليفل اللي هم بنحكي عنهم كيرنل ثريدز. اليوزر ثريدز supported above the kernel and are managed without kernel support، يعني بكون موجودين في اعلى الكيرنل والمانجمنت تاعهم من غير سبورت تاع الكيرنل. هلا بالنسبه للكيرنل ثريدز هم supported and managed directly by the operating system، supported ومانجد directly by the operating system بالنسبه للكيرنل ثريدز. بالنسبه لليوزر ثريدز حكينا supported above the kernel ومانجد without interference او support تاع الكيرنل. هلا لازم يكون في تواصل بين اليوزر ثريدز والكيرنل ثريدز. عندي اكثر في امين عندي المالتي ثريدنج مودلز. اول موديل عندنا اللي هو الماني تو ون. الماني تو ون هي التواصل بين دائما الجزء الاول هون بكون اليوزر ثريدز، بكون يعني عندي هون ماني وهون عندي ايش الكيرنل ثريد. فلما انا احكي ماني تو ون معناها عندي ماني يوزر ثريدز كوميونيكيتنج مع ما بشتغل لهم شغلهم ايش الكيرنل ثريد واحد. 1 تو 1 الدايركت بين 1 يوزر ثريد مع 1 كيرنل ثريد. ماني تو ماني ماني يوزر ثريد مع ماني كيرنل ثريد. هلا اذا بنلاحظ هون عندي الماني تو 1 ماني يوزر ثريد مع تو سنجل كيرنل ثريد. اكزامبل عليها اللي هي سولاريس جرين ثريد والجي ان يو بورتبل. الآن مشي عندنا الرسمة، لاحظوا عندي حكينا هذا الشكل الخط اللي هو الخيط اللي هو الثريد. في عندي لاحظوا ماني يوزر ثريدز ومتواصلين مع ايش؟ مع كيرنل ثريد واحد. هذا ايش انا بستفيد فيها؟ انه بنقلل عملية الكرييشن للكيرنل ثريدز. هلا لما كان عندي يصير عندي كرييشن لماني كيرنل ثريدز بتأثر عندي البرفورمانس للسيستم، فاحنا عندي اكثر من يوزر ثريد بتواصلوا او بعمل كوميونيكيشن مع كيرنل ثريد واحد. هلا ال 1 تو 1 موديل عندي زي ما احنا هنا شايفين عندي يوزر ثريد واحد مع شابك مع كيرنل ثريد واحد، العلاقة بيناتهم 1 to 1 model maps each user thread ل kernel thread واحد زي ما حكينا و allows multiple threads to run in multiprocessor. يعني احنا حكينا المابينج بين user thread مع kernel thread واحد، وبتسمح هذا الموديل عنا انه multiple threads بيعملوا run على multiple processors. لاحظوا عندي اكثر من thread بنفس الوقت بيشتغل، لكن كل thread مرتبط ب كل user thread مرتبط بكيرنل thread واحد. هلا في عندي بس سيئة واحدة لهذا الموديل، انه عملية creating ليوزر ثريد بالمقابل بدك تعمل كرييشن لكيرنل ثريد. يعني كل ما اليوزر ثريد يصير عندي كرييشن ليوزر ثريد لازم يكون في عندي كرييشن لكيرنل ثريد بالنسبة له، فعملية بصير عندي اوفر هيد عالي بسبب الكرييشن لكيرنل ثريد، ممكن تسبب عبء على البرفورمانس للابلكيشن. هلا معظم الامبلمنتيشن لهذا الموديل تعمل restriction على number of threads اللي هي supported by the system.
اللينكس والفاميلي اوف ويندوز اوبريتنج سيستم امبلمنتد 1 تو 1 موديلز، طبعا تدعم موديلز اخرى معاها ما بنفع تضل شغالين. هلا بالنسبة للماني تو ماني موديل، ممكن أي ثريد يتواصل مع باقي زي ما احنا هون شايفين، أي يوزر ثريد ممكن يتواصل مع أي كيرنل ثريد. allows many user level threads to be mapped ل many kernel threads و allows the operating system to create accessible number of kernel threads، يعني كمان بكون محدد عدد الكيرنل ثريدز، وبتسمح للديفلوبر الموجود عندنا انه يعمل كرييشن ليوزر ثريدز قد ما بده. صفش الكيرنل ثريدز بكون محدد عدد الموجودين عندنا، و doesn't result in true concurrency because the kernel can schedule only one thread at a time، يعني احنا الكيرنل بقدر يعمل سكجول لثريد واحد نفس الوقت، فعملية الكونكرنسي مش كثير عندنا. allows the threads to many kernel threads and allows the operating system to create sufficient number of kernel threads. في عندي two level model. two level model بيشبه الماني تو ماني، بس ايش عنا بيسمح ل، يعني هو عبارة two level model دمج للماني تو ماني مع ال one to one. الماني تو ماني لاحظوا multiple threads من ال user thread شابكين مع multiple threads من ال kernel threads. ال one to one dedicated link بين ال user thread وال kernel thread. هلا التو ليفل موديل اللي بيشبه الماني تو ماني، بس بيسمح لوحدة من اليوزر ثريد ضلها شابكة على طول على الكيرنل ثريد، هاي ما بتقدرش تعمل شيرين مع أي حدا، فعملنا لها سبيسيفيك كيرنل ثريد شابكين لبعض مع بعض. في حد عنده سؤال شباب وصبايا؟ في حد عنده سؤال؟ تمام، لا هون بكفي. ما تنسوا في عندنا كويز اليوم إن شاء الله الساعة 8، أوكي، وما تنسوا سجل الحضور والغياب على الإي. في حد عنده سؤال؟ يعطيكم العافية.